في المدينة حودة. الدكان التانية سعادتك اللي هناك دي. تاني واحدة؟ اه. واحنا نعرفين ان هو جوه ده الباب مقفول ومفيش حس. طيب سعادتك هو لازم يجي لوحده يقعد مع نفسه يشرب مخدرات كده يظبط دماغه، وبعدين الشبان بتوعه بييجوا واحد ورا التاني لحد ما يتجمعوا يجوا يقروا بعد نص الليل قرب الفجر ويقفلوا على نفسهم الباب. طب راجع نفسك يا استحود، احنا مش شاطين مصايب كفايه المصيبه اللي احنا جايين نعملها. انت بقى بس عايزين احنا ناخد منه كلمتين ونطير قبل ما الدنيا تتلم علينا. طب يا بابا انت ايه اللي مخليك متاكد ان انت لما تسجل له يعني هيعترف في كل حاجه؟ لا كده هيعترف. يا نهار اسود قلنا ينبس النيله، يا نهار اسود. الا الله وانا اليه راجعون. بالواد مات ما لحقناهوش. ماشي عشان خاطر لازم نمشي. الحوار كله عوا. يلا استنى يا حوده. لا حول ولا قوه الا بالله. ماشي عشان خاطر بقول لك. اصبر يا حوده، العيال على الجني دلوقتي، ممكن حد من الصبيان دلوقتي لو فتح الباب اروح اسيب النايه. الا الله وانا اليه راجعون. ماشي عشان خاطر بقول لك. اسكين باشا عشان خاطر. اصبر يا حوده. طب نمشي من هنا دلوقتي. باشا فهمني كويس، حد من الصبيان ممكن. الو يا وليد، امتى حصل الكلام ده؟ المكان ده فين؟ طيب انا جاي حالا. السلام. يا دي المصيبه السوداء، يا دي المصيبه السوداء. هو احنا ناقصين مصايب يا رب؟ ما تهدى شويه يا ابو خليل يا اخي. استغفر الله العظيم يا رب. خلاص بقى اللي حصل حصل. مشكلة دلوقتي في الخيط اللي كنا ماشيين وراه اتقطع. كده نبدا من اول وجديد تاني. يا دي الخيوط اللي احنا عمالين نمشي وراها يا سليم بيه. يا باشا انت مستهون بالموضوع كده ليه؟ دي جنايه. بقى يا رب يا رب يوم ما نوصل للواد اللي هنعرف منه حاجه ونقرره قوم يموت. ده ايه الحظ المنيل ده؟ ده مش حظ يا ابراهيم. تايسون مات عشان كان لازم يخلصوا منه، عشان بقى خطر عليهم. دول سعادتك هم اللي موتوه. اه. هما حدى الموتوه. اديني لبست مصيبه تانية كمان. وحد الله يسلم بيه. باذنك يا رب كل عقده ويا حلال. ربنا يسترها. طب هنعمل ايه دلوقتي؟ مفيش قدامي غير حل واحد كنت ماجله. في مشوار تاني لازم اعمله ضروري. مشوار؟ مشوار ايه تاني يا سليم بيه؟ ما تخافش يا ابراهيم. المشوار ده اعمله لوحدي. كفايه عليكم انتوا الاتنين مشاكل لحد كده. اسمعني يا سليم بيه، لا مؤاخذة يعني أنا وإبراهيم رجالتك ومعاك على الموت كمان، بس لا مؤاخذة يعني لازم تكلني شوية. مفيش وقت نكلنا يا حودة، خلاص. زمان دايرة الاسم مقلوبة. هتشوفوا سعادتك. أنت متأكد إن سليم الأنصاري هو اللي عمل كده؟ آه يا باشا. اهدى. اهدى وركز بس. ولا تحب اجيب لك صوره عشان تتاكد؟ لا يا باشا، انا عارف شكله من ساعه ما كان بيخدم عندنا في المنطقه، وكمان عارفه من ساعه ما جه عمل الحمله وخد المعلم من المنطقه عندنا. لا سيبك من المعلم دلوقتي وخليك معايا. بس اصل يا باشا ما تعرفش المعلم غالي عليا ازاي. كان بيت اهلك صح؟ بص انا عايزك تهدى خالص وترجع تحكي لي الحكايه واحده واحده وعلى مهلك قوي. حاضر يا باشا. ما تكذبش، عشان انت لو كذبت عليا انا هأذيك. احكي لك. لا 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 مؤاخذة يا سليم بيه، مؤاخذة يعني في الكلمة دي. الكلام ده مش كلام ناس عاقلين، ده خطر. أنا عارف إنه خطر. هو خطر بعقل يا سليم بيه. ده جنان. ما عشان جنان بقى ما حدش يتخيل أنا ممكن أعمل كده. أنت هتستنى هنا. وأنت حودة هتيجي توصلني وتستناني من بعيد.
لو اتأخرت يبقى الحكاية عكيت فوق دماغي، ساعتها تتكل على الله. يعني مش واسيبك؟ اه يعني تمشي وتسيبني. احنا كده طارق خدنا كل اللي يخصنا من القضية، والقضية كده كده بتاعتكم، بس يا ريت لو حصل اي جديد شاركني وبكلمني. طبعا يا باشا تحت امرك. قول لي يا طارق، وسليم خدم معاك قبل كده؟ اه طبعا يا باشا، انا كنت رئيسه في القسم قبل ما يحصل اللي حصل ده. طب وايه رايك فيه؟ والله يا باشا انا اتغشيت فيه زي ناس كتير، انا بصراحه ما توقعتش ابدا يحصل منه اللي حصل ده. اتغشيت فيه؟ يعني انت شايف ان هو اللي ورا كل اللي حصل ده؟ بص يا باشا، احنا ظباط مباحث ما بننجمش، بنشتغل بادله وبس. الادله اللي عندي بتقول ان سليم الانصاري هو اللي عذب الواد في القسم لحد ما مات، وبرضه الادله اللي عندي بتقول ان هو اللي قتل تايسون. احنا بنشتغل بادله وبس. جدع طارق. سامع وليد؟ انا هروح البيت اريح ساعتين كده عشان مجهد قوي، بس يا ريت لو في جديد. اكيد يا باشا طبعا. حسابك تقيل معايا قوي يا سليم. السلام عليكم. الله أكبر الله أكبر، والعزة والجلال لرب العالمين. يا رب يا رب استرها علينا بحق ده الأذان، يا رب استرها علينا وفك كربنا. أنت اللي قادر تشيل الظلم عن المظلومين، استرها معانا يا رب. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ملوش لازمة باللي تفكر فيه. انت عايز ثلاث اربع خطوات عشان توصل للدرج وتاخد الطبنجة وتشد اجزاء، واكيد مش هسيبك تعمل كده واتفرج عليه. لو كنت متخيل ان حاسبك تدخل بيته وتخرج منه عادي يا سليم، الموت عندي اهون من ان حاجة زي دي تحصل لي. اعتبره حصل، اعتبره حصل عشان ما ندمش احنا الاتنين. انت اللي هتندم على كل اللي عملته، وكونك اتهجمت عليا في بيتي ورفعت عليا السلاح، ده هتدفع تمن غالي قوي، زي ما هتدفع تمن كل جريمك اللي انت عملتها. انا يمكن جرات اللي دخلت بيتك، بس انت ما سبتليش حل تاني. لكن البلاوي اللي انت بتقول عليها دي انا بريء منها. اقعد واسمع عشان تشوف الحقيقه بعينيك. حقيقتي اللي بتتكلم عنها يا سليم، انا لسه راجع دلوقتي من الغرزه اللي انت قتلت فيها تايسون، لسه مخلص كلامي مع الولد الشاهد اللي شافك واللي سمع كل اللي كانوا معاك وهما بيندهولك باسمك. انا فعلا رحت الغرزه، بس عبل ما وصلت لقيته كان ميت. حلوه نظريه المؤامره دي، العالم كله بيتآمر عليك. بص يا سليم، اذا كنت جاي مخصوص عشان تحكي لي الكلمتين دول فمالهمش لازمه، شوف لك سكه تانيه. ما تفكر معايا صلاح بيه، وانا ليه ممكن اقتل تايسون؟ انا ما افكرش، انا اسال انت ليه قتلته. انا ما قتلتوش. امال مين اللي قتله؟ اللي قتل تايسون هو اللي قتل زياد.
وهم كمان زقوا تايسون عليا عشان يشهد زور. رجعنا تاني للافلام الامريكاني. طب بقول لك ايه يا صلاح بيه، تعال نرجع كده للحكايه من اولها. مين اللي خبط ندى بالعربيه وزياد صوره؟ ابن لطفي ابو المجد. والورق ده بيقول كده: في ايه الورق ده؟ لطفي ابو المجد بيقول ان ابنه كان في العين السخنه ساعه الحادثه، صح؟ ايوه، كل الشهود اثبتوا كده. كل دول كدابين. تليفونات تامر بتقول ان هو ساعه الحادثه كان موجود، وبعديها بشويه طلع على البيت، بعدين على العين السخنه. يعني تامر طلع على العين السخنه بعد الحادثه مش قبليها. بس ده مش دليل على ان هو اللي خبطها. بس ده دليل ان هم بيكذبوا. ليه هيكذبوا لو هم مش عاملين حاجه غلط وماشيين في السليم؟ وليه هيجيبوا شهود يشهدوا ان تامر كان في العين السخنه ساعه الحادثه؟ مش يمكن خايفين منك؟ وانك مهددهم بانك ممكن تاخد ابنهم لو ما خدتش منهم رشوه؟ انا مش فهمت ليه مصر تطلعني شيطان. لانك فعلا شيطان الحكايه دي. مش يا سيدي انا شيطان، بس خليني اكمل لك الحكايه. لطفي بعد الحادثه كلم حماد اللي كان عند تميم ساعتها. بعد ما راح له كلمه نشأت عشان يجي لهم. يعني هم الثلاثه ما كانوا صارين عند لطفي زي ما قالوا؟ لسه ما جمعتش برضو الكلام؟ انا مش فاهم انت عاوز توصل لايه؟ وبعدين كل الحاجات اللي انت بتقولها دي لا هي جريمه ولا دليل ادانه ولا اي حاجه من الحاجات دي. ايه علاقتها بالقضيه؟ انا ايه علاقتي بيها؟ يا صلاح بيه ما تغمضش عينك على الحقيقه وسيبنا كمل. بعد ما نزلت من عندهم كلموا الامين زناتي وراح لهم. ايه اللي هيخلي زناتي يروح لهم في وقت متاخر زي ده؟ وتليفوناته بتقول ان هو نزل من عندهم وراح على اسمه. وفضل يكلم رفاعي اللي كان نبطش ليلتها معايا. وبرضه قعد يكلم لطفي وحماد كذا مره، بيكلمهم ليه؟ انت جبت الورق ده منين؟ الورق ده ما يخرجش غير باذن النيابه. فريده، صح؟ انا مش مصدق ان هو ده اللي شغلك وحبل مشنقه ملفوف حوالين رقبتي. لو شغلك اول ورق جبته منين؟ تقدر تجيب اذن النيابه وتجيب زيه. على فكره تلاقيه هو هو بالظبط. طيب ما هي سهله اهي. طب ما هتيجي معايا نروح المكتب عندي نشرب فنجانين قهوه وتقول كل الكلام ده ويبقى في محضر رسمي. مش هيحصل. انا مش هاجي تحت ايديكوا تاني. انا اديتك اول خيط عشان تجيب براءتي. لما تجيب لي براءتي هاجي اشرب معاك القهوه. واسف لو دخلت بيتك من غير استئذان. خلينا نفهم ايه اللي حصل. مين قال بس يا حاج ان اللي قتلته؟ انت فاكرني عشمان ولا ايه؟ امال مات ازاي يا زناتي؟ اقدر يا متر، انا اعترض على قدر ربنا كمان. يعني ايه؟ مات باسم قلبيه وحط امك؟ انت مش تسال انه اتقتل؟ اه اتقتل يا حاج، بس ورحمه امي ما مديت ايدي عليه، انا مديت دماغي بس. ما بطل الحركتين بتوعك دول يالا وتخلصنا. ايه؟ وليه؟ ليه؟ ما يعمل علينا حواديت، ما هو واطي وتمكن لازم يلعب بينا. شكرا يا حاج، انا برضو حاج، ده انا حبيبك. خلص يا زناتي خلص. مفيش، من يومين كده كان عندنا كبسه محترمه في المنطقه مسكنا فيها ابن المعلم شحت دبور بتاع الجياره. كان جاي يسلم بضاعه لعيال في المنطقه ومنهم تايسون، وزي ما تقول كده ابن المعلم شحت ده بقى اصغر عياله. الحيله يعني. ما تخلص يا زلمه، انت تحت حواديت. المهم بقى محسوبك بقى هو اللي كان جاب الاخبارين الواد نزل المنطقه. الشهاده اللي انا ما كانش في دماغي حاجه، انا كل اللي كنت عايز اعمله ان اعمل نمره حلوه كده بعد الغلوشه اللي عملها سليم الله يكحمه مطرح ما راح. ما هم طول الجروح في يا حاج. مالك يا حاج، ما تطول بالك، امال بقيت حماقي كده ليه؟ طول عمرك بالك طويل. المهم لما تايسون قال لعقله رحت مسرب للمعلم شحته ان هو اللي مسلم ابنه. الراجل يا ولد اتجنن، لان ابنه لابس قضيه ايه؟ مزيكا اقل ما فيها 10 سنين. يعني شحته الدبور هو اللي معذور؟ ما الراجل يا ولد قلبه محروق على ابنه من ناحيه، ومن الناحيه الثانيه اتهزق في السوق. يعني لو ما عملش نمره زي دي مش هيعرف يرفع عينه في حد تاني ولا يشتغل الشغلانه دي من اساسه. قام المعلم شحته بعت رجالته ذبحوا تايسون عشان يشفي غليله، بس احنا مالناش فيه. ربك يعمل ايه؟ يروح باعت سليم ورا تايسون فيلبس هو التهمه ويغرز اكتر ما هو غارز. ربك بالمنكسرين جابر. الشياطين ليه بس يا عم الحاج؟ الحق عليا ان ريحتك من الواد، وكمان غرست لك سليم اكتر ما هو غارز،
ورحمتك من نص مليون جنيه اللي كان هيلفهم في كرشه. الا بالحق يا حاج، جبت لي الفلوس اللي اتفقنا عليها ولا لا؟ ادخل هات لي قهوه. مساء الخير يا باشا. اهلا وليد. ايه ده؟ ده التقرير بتاع شركه المحمول؟ اه يا فندم، ساعتك مش عارف انا تعبت قد ايه عشان اجيبه لك بالسرعه دي. مش ناوي يا فندم ساعتك تقول لي ايه علاقه الورق ده بالقضيه؟ حلوه قوي، الورق مطابق تماما. نعم يا فندم. قول لي وليد، تعرف لطفه والمجد ده ساكن فين؟ تفتكر يا سليم بصلاح باشا ده هيصدق كلامك؟ والله انا عملت اللي عليا وحطيته على الطريق، مش هفضل بعد مستنيه، انا هفضل مكمل زي ما انا. لو نكمل فين سعادتك؟ احنا لسه واقعين في المصيبه بتاعه تايسون اللي مات ده. قول له النبي استحوذه، ده انا اعصابي بايظه لحد دلوقتي. ما لازم افضل وراهم لحد ما اوصل لحاجه. تايسون مات في 60 داهي، بس لسه في اللي عايش اللي نلعب معاه. تقصد سعادتك زناتي؟ زناتي ده شطان، عشان كده انا سايبه هو لطفي لصلاح. لكن في رفاعي، الواد ده خفيف وممكن نطلع منه بحاجه. هام استنى انت يا هام. حاضر يا اخويا. معلش يا باشا استاذنك، يعني ممكن تتدار عقبال ما اشوف مين على الباب بعد اذنك. يعني يا مسعد. والله يا حماد ما انا عارف اخرتها ايه مع ابن الصرمه ده. لا يا سيدي، رميت له الفلوس اللي كان عايزها حر ونار في جتته. لا لا لسه لسه، ده لسه عايز نص مليون جنيه كمان. نعم طبعا، انت خسران حاجه وانا اللي بجوع. لا والله يا حماد، والله ابتديت اقلق، الوحله زادت حواليا والدم كتر قوي. طب سلام سلام، هكلمك تاني. ادخل. في ايه يا ابو زليخس؟ ابو عوز يا حاج، في ظابط عايزك بره. ظابط؟ ظابط مين ده وعايز ايه؟ مساء الخير يا حاج لطفي، صلاح التوخي من التفتيش. عمر يا حبيبي. ايه يا عمنا، انت نايم ولا ايه؟ لا 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 مفيش حاجة، انت عامل ايه؟ اصلي كنت معدي في الحتة كده، قلت اطلع اسلم على عمي وعم عيالي. حبيبي تنور، اهلا وسهلا بيك. ربنا يخليك، بقالي فترة ما شفتكش، من ساعة ما رحت انا وانت للظابط صاحبك ده اللي طلع قتل وقتله. ده كان هيبقى حتة مغرز. مغرز صحيح. لا 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 مفيش حاجة يا سيدي. لا لا ده بقول لك على حاجة، احنا ننزل بقى نتكل على الله نتغدى كده وناكل لقمة. لا نتغدى ايه، لا لسه نشرب حاجة الأول، يعني نشرب حاجة وبعد كده نتغدى. لا لا يا راجل مهمك تشرب ايه، ده احنا ننزل نتغدى في أحلى حتة يا عم. والله مرضى أكلفك يا عم، ده كلام يا جدع. استنى بس أنا غريب يا عم هودة، والله ما ينفع الكلام ده. ما قلتليش يا حاج لطفي، أنت إيه رأيك في الكلام اللي اتقال؟ تاخذنيش يا باشا الكلام ايه؟ ساعتك يعني من ساعة ما جيت وانت عمال تتكلم تتكلم، قلت كلام كتير قوي، انهي كلام فيهم بالظبط؟ اه صحيح عندك حق. نقول تاني، الكلام اللي بخصوص تامر ابنك انه كان موجود في العين السخنة وقت وقوع الحادث، مع انه تقرير شركة الموبايل بيقول انه كان موجود في القاهرة وقت وقوع الحادث وفي نفس المكان، وانه راح العين السخنة بعد الحادثة تقريبا بساعتين. على فكرة انت عندك فكرة يا حاج ان الشهادة الزور جناية؟ حد الله، حد الله يا باشا، بينا وبين الشهادة الزور. امال الرشوة اللي راحت للشهود اللي قالوا ان ابنك كان في العين السخنة كانت من باب ايه؟ شوف يا باشا، مع اننا الحمد لله ناس معروفين في حتتنا وخيرنا على الكل، واي حد في الحتة هنا يبقى عايز يجاملنا، الا اني عايز اسال سعادتك سؤال صغير كده، مين اللي قال لسعادتك ان في حد شهد زور؟ بطل استعباط يا لطفي، التقرير بتاع شركة الموبايل بيقول كده. بس التقرير اللي مع سعادتك ده بيقول ان المحمول هو اللي كان هنا، ما قالش ان الواد هو اللي كان هنا. يعني ايه مش فاهم؟ حكاية وما فيها ان الواد ابني ضيع المحمول بتاعه، عيال مستهترة مش حاسة بقيمة القرش، الجين ده كله كده يا باشا. الواد ابني بقى ده يزيد عن جيله ان امه منلعها على الاخر، لانه ولد وحيد على بنات. يعني هو سعادتك عندك ولد؟ ليك في حالك يا لطفي. صح. طيب نرجع مرجوعنا لمشكلتنا احنا بقى يا باشا، ربنا هدانا ولقينا الموبايل، نعمل ايه؟ قومنا واحد بعربيه مخصوص وادى الموبايل للولد لغايه العين السخنه، ما انت عارف سعادتك الجيل ده ما يقدرش يعيش دقيقه واحده من غير الهباب ده.
إيشي نت وإيشي شات وإيشي واتساب، عيال بايظة بعيد عنك. يعني أنت الموبايل ضاع ولقيتوه؟ حلال، والحلال ما بيضيعش يا باشا. بس سعادتك مش هتصدق إحنا لقيناه إزاي. آه صحيح، إزاي؟ الواد زناتي. زناتي الأمين اللي شغال مع حضراتكم في الداخلية، ما هو من عندنا من حتة. واد جدع وراجل وخدوم، هو اللي اتصرف ولقينا الموبايل. حتى سعادتك لو رجعت يعني الأوراق اللي مع سعادتك هتلاقينا متكلمين كتير الليلة دي. بس المكالمات دي كلها تمت بعد الموبايل ما وصل عين السخنة. ما أنا فوت سعادتك في الكلام. الواد زناتي ده مع إنه من حتتنا وجدع وخدوم وكده، إلا إنه زنان زن النحلة. قعد يزن عليا قال إيه عشان يضمن حلاوة رجوع المحمود. شفت سعادتك بقى الحكاية بسيطة وسهلة إزاي؟ لا فيها رشوة ولا شهادة زور ولا أي حاجة من سعادتك قلتها. بس الحقيقة باشا اللي محيرني يعني هو سر زيارة سعادتك ليا دلوقتي. يعني انتوا سايبين الضابط بتاعك وهربان وشغلين نفسكم بمين بيكلم مين؟ هو من امتى يا باشا مكالمات التليفون بقت تهمة؟ احنا مش سايبين الضابط بتاعنا هربان يا حاج لطفي، وهنجيبه قريب قوي. الحكاية كلها ان احنا بنحقق عشان نوصل للحقيقة. الحقيقة باينة قدام سعادتك هي زي الشمس. اسره في حاجة تانية يا باشا